رحبوا بالدكتورة ملاك بوزويطة اللي التحقت بينا. مرحبا بيك. مرحبا. عيدك مبروك. يعيشك. عيدك مبروك. كل عام وانتم بخير. كل عام طيب خير. كثروش من العلوش. صعيب شويه ما نوعدك بحتى شيء. بتوعدنيش دونك باش نحكيو اليوم في فقره انت احلى. قلنا وعدنا السادة المشاهدين من البارح اللي باش نعطيوهم ديزاسيوس، نعطيوهم شوية أفكار كيفاش يتلهيو بالوجه نتاعهم، خاصة بعد فترة نتاع تعب ونتاع خدمة ولا نتاع كيما يتعديو أيامات نتاع عيد، زادة كيف كيف المرأة تتعب فيهم ياسر، باش تنصح. أول حاجة هي معروف اللي احنا نكملوا ديما السيف وسيرتو مع العيد بقشرة تعبة. قشرة اش معناها تعبة؟ ديزيدغاتي، ناقصة تغذية، تاغن، سهرية، قلة نوم، ماكلة مبلبزة. احنا الوجه يولي مدخن معناها ما عادش فيها هاك اللمعة، ما عادش اكزاكتومون. دونك باش فوالا باش نخسروا من نظارة وجهنا باش نخسروا كما قلت أنت من الكود كلام اللمعة نتاع الوجه. أول حاجة ثلاثة نصايح ديما نتبعوهم، ما نرقدوش بالمكياج، نشربوا برشا ماء وناكلوا برشا خضرة. فوالا هذوما حاجات اللي ديجا اهم حاجه هذوما القشرة الوجه. احنا نسيرو احنا من الماء تو دابور اكزاكتومون، وفما نساء تبخل على تنحيط المكياج. انا نقول لهم حتى ما وفيلك دي ماكيون، ما عندكش دي ماكيون في الدار، اغسل وجهك بالماء والصابون خير من اللي ترقد بمكياج كله يتنحى. عجب. اي والا تنجم تستعمل زيت زيت كيما زيت زيتونه، كيما الويل داموند ولا كيما الويل دو نوا دو كوكو، تنجم تستعملها كدي ماكيون. مشكوره برشا. تنحي بها المكياج، ما تغسل وجهك بالطريقه العاديه وترقد. المفيد ما ترقدش بحاجه شيميك في وجهك. هذه القاعده الاولى. سينو في الكوجينه عندنا برشا حاجات نجموا نعملوا بهم دي ماسك اللي ما يتكلفوناش برشا فلوس ويعطيونا قشره حلوه. مثلا باش نعطيك صحيت اكسيلون وي العظم العظم لو بلون دوغ اي مثلا باش الابيض نتاع الابيض نتاع العظمه مثلا فما اونتيغيد استني انا تطلق اونتيغيد ممتاز بالحق اونتيغيد ممتاز نجموا نعملوه في الدار. ناخذوا شطر كعبه قارص نعصروها نحطوا معاها ابيض نتاع عظمه ونحطوا معاها زوز مغارف زيت زيتونه. هذايا سي اون كريم اونتيغيد نعديهم كلهم في الميكسور ونجموا نستعملوها كريم اونتيغيد. وقتاش هذه نستعملها؟ في الليل. في تبيت بها تحط شوية شوية تنجم تخليها 20 مينوت 30 مينوت ومن بعد تغسلها وترقدها. سامحني أمي سامحني أمي نطلب منك السماحة على خاطر أمي ديما تعطيني في دي روسيت كيما هكا ونقول لها بربي قيني قيني معناها هذوما من منهمش الحكاية هذوما. دونك بالعكس بالعكس وإحنا عندنا برشا عندنا أون لا شونس عندنا برشا حظ خاطرنا في تونس في بلد متوسطي وعندنا برشا خضرة وعندنا برشا غلة وعندنا برشا زيوت. دونك نستغلوا الحاجات اللي موجودة عندنا، مش لازم ديما نشريو كريمات برشا فلوس ولا دونك هذه أون دي روسيت. هذه مثلا سي أون روسيت أنتيغيد. مثلا أنت سهرت البارح وجهك صباح تاعب تخدم تحب حاجه فيسه هكا تعمل لك ان كوديك لا تنجم تاخذ شطر كعبه ولد القمره اي تقشروا تحطوا في الميكسور مع زوز مغارف كبار ياغورت طبيعي وتحطوا على وجهك 15 مينوت وتغسلوا سادون ان كوديك لا هذه دابيتود زاده فما اللي يقصوهم دي غونديل هكا دور يحطوهم ولا يحطوهم تحت تحت العين على الليسيرن. فيه بوكو دو فيتامين سي. دونك مع مغارفتين ياغورت طبيعي مع مغارفتين ياغورت طبيعي في الميكسر تعمل ماسك. فوالا هذه حاجه سهله برشا. تنجم باغ اكزومبل تعمل ان اوتر ماسك اللي فيه لافوكا. اي ما عرفش اسمه بالعربي. والله انا شوف الافوكادو ما عندوش اسم بالعربي هذاك اسمه المحامي. المحامي نستخسره بصراحه. هو نحب الافوكا انا معناها نستخسره بجد. هو غالي. هو الماسك شو تعمل؟ تعمل كعبه افوكا كعبه بنان وشويه عسل زوز مغارف نتاع قهوه عسل. هذوما بهم تدن بهم وشك. هذايا ميكسور تخلط فيه. ميكسور. مش كلام هذا كلوه بنين يجي. بنين. كعب افوكا. يجي جاتو. يجي جاتو. ومعاهم عسل. إذا كان إذا كان لافوكا غالي. بنا في بنا. إذا كان لافوكا غالي ليه؟ والله نفهمك خاطر أنا بيدي ساعات ما الحقيقة لافوكا البخي نتاعو في تونس ياسر. نجموا بدلوه بزريعة الكتاء. زريعة الكتاء موجودة في تونس وتعطي فوالا كيف كيف. دونك تعمل زريعة الكتاء مغرفتين عسل تحط معاهم كان تحب شوية قارص معناها أن دومي سيترون بور هكا ترجعك الكلام تاع الوجه بور إيدغاتي لابو. دونك احنا بالحق عندنا بوكو عندنا برشا حاجات موجودة في الكوجينة وينجموا يعطيونا وما يتكلفوا حتى شيء وما يتكلفوا الناس غاليين كثرنا منهم هذوما وحاجه ناتوريال يعني حاجات طبيعيه هذا اهم شيء. اي وبيان سور وحنا سورتو بلاد زيت زيتونه بالحق معناها زيت زيتونه راهو خلينا نستغلوها ما دام حاجات موجوده في تونس. يعطيك الصحه بالك.